اكتر حاجتين بيحددوا مسار الاشعه جوه العين هو القرنيه، هو الجزء الخارجي من العين، عشان ناس كتير مش فاهمه يعني ايه قرنيه. 90% من العينين اللي بيعملوا ليزك بيبقوا مبسوطين ما بيلبسوش نظاره. الفيمتو لعب دور كبير جدا في رفع نسب الامان في عمليه تصحيح الابصار والحصول على نتائج رائعه. ابيض واثنين. يجي العين يقول لك انا جاي اعمل ليزك، معلش انت جاي تقلع النضاره، فسيب لي انا اختار لك يناسبك ايه. الدكتور احمد عساف استاذ طب وجراحه العيون طب عين شمس، زميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه، عضو الجمعيه الامريكيه لطب وجراحه العيون، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعيه الامريكيه لاصلاح عيوب الانكسار، 7 أبحاث منشوره دوليا، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعيه الاوروبيه. اهلا بكم، النهارده حلقه مهمه جدا. عارفين لما تحاصروا من جميع النواحي في حاله مرضيه معينه وتلاقي الابواب بتسد باب ورا باب، بيبقى الانسان ساعتها محتار جدا وبيبقى مزنوق جدا في الاختيارات. ازاي؟ واحد نظره ضعيف، بس ضعيف زيادة شوية، يعني درجات النظر عنده ضعيفة قوي، او مش ضعيفة قوي، متوسطة، بس يبقى نقف قدامها شوية. هو ما بيحبش النظارة، ادي باب اتسد، كاره تماما انه يلبس نظارة، او كارهة تماما انها تشاف بنظارة. ادي باب اتسد في تصحيح الابصار، النظر. فهمت او حصل لها مشاكل من العدسات اللاصقه كتيره، العدسات اللاصقه اللي بتتحط فوق العين، التهابات، مشاكل، مع مرور الوقت خلاص ما بقت انتولرانس للعدسات اللاصقه، ادي باب تاني اتسد. ما ينفعهاش ليزك نتيجه ان هي بعد درجات تصحيح الليزك او سمك القرنيه مش سامع، خلاص ادي باب تالت اتسد. هيفضل باب واحد فاضل، العلم بدا يحط فيه يعني قوة شديدة جدا وتكنولوجيا عالية جدا، وهو باب زراعة العدسات. زراعة العدسات ان انا ادخل عدسة داخل العين. كان الجملة دي من فترة مش طويلة نسمعها، لا يعني عدسة جوه العين، لا لا لا، وهنام بيها، طب هقعد بيها، طب هميل، طب العب كورة بيها، طب هعمل ازاي، طب هتبقى قاعدة جوه العين مش تقع في حتة يمين ولا شمال في العين، دماغنا بقى وكله، وحتى بتساوي ده المثقف والمش مثقف. زراعة العدسات دي حاجة دلوقتي في العالم بتتعمل يعني بعدد كبير جدا، تكنولوجيا متقدمة جدا. تعالوا النهاردة نطرح قضية الباب الوحيد الفاضل أو الباب الوحيد الممكن في عالم تصحيح الإبصار عندما تنغلق بقية الأبواب. ضيف العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع القدير في هذا المجال، والذي يستطيع أن يحدثنا لأول مرة بالتفصيل في حلقة عن زراعة العدسات، ضيف العزيز الأستاذ الدكتور أحمد عساف. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، أهلا بك. أنا قلت حكاية الأبواب دي، إيه رأيك في الكلام؟ هو كلام مظبوط، هو دايما الشخص ما بيحبش يقول دايما المريض إن هو جاي عايز يقلع النظارة، وهو أو ما بيحبش يلبس النظارة، وبنعمل الفحوصات نكتشف إن هو ما ينفعلوش ليزك. فهو بابين زي ما حضرتك قلت، باب اتسد من ناحيه ان نفسيا موضوع النظاره مش قابلها خالص، وجاي على امل ان هو يعمل عمليه ليزر يصلح النظر، نكتشف بعد كده لسبب او اخر لعينيه في ظروف عينيه في القرنيه بتاعته ما ينفعش نعمل الليزك، فبنقترح عليه زرع العدسات. هنا زرع عدسات طبعا بيبقى اول حاجه دايما المريض بياخد صدمه ان هو ما ينفعلوش ليزك، لكن زرع عدسات من الحاجات اللي هي بقت شائعه جدا، يمكن اكتر من العشر سنين اللي فاتت دول. في لو احنا شفنا الكيرف، معدل عمليات زرع عدسات في تزايد مستمر، واللي هي للامان العالي جدا. دلوقتي العمليات بقت تتعمل بامان، نسبه امان عاليه جدا، تحت مخدر موضعي، فتره النقاهه بسيطه زيها زي الليزك بالظبط، ممكن المريض بيمارس حياته بشكل طبيعي بعد العمليه مباشره. موضوع حضرتك اثرت نقطه، العدسه هتتحرك جوه العين مش هتتحرك جوه العين؟ طبعا ممكن تتحرك الا لو دعك ايديه في عينيه فترات طويله، يعني مش مجرد ما هو يدعك ايديه في عينيه من مره هتتحرك، لا.
او اتخبط خبطه عنيفه في العين زيها زي العين الطبيعيه، لكن حياة اليوميه العاديه جدا ما فيش اي مشاكل خالص من زراعه العدسات. اذا موضوع لاول مره بالتفصيل نتكلم فيه، احنا اتكلمنا فيه في اجزاء من حلقات، لكن كل الحلقه ستدور حول زراعه العدسات باشكالها وبانواعها. تعالوا نبدا بالابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ زراعة العدسة الدائمة وخطين تحت الدائمة هي إحدى الخيارات الجيدة لتصحيح الإبصار في درجات قصر النظر ما فوق 9 وطول النظر ما فوق 4، صح؟ هو صح. يعني نقدر نقول أبيض بس مش شرط 9، بينا على فكرة بنعملها المقاسات 4 و5. لو احنا شاكين ان الليزك او اي عمليه في القرنيه لشخص معين مش امنه، بنعمل زرع عدسات. والاتجاه العالمي دلوقتي لزراعه العدسات في المقاسات القليله، كان زمان بنقول نزرع العدسات في المقاسات العاليه بس، دلوقتي الاتجاه العالمي نزرع العدسات في المقاسات القليله. فبتلاقي جدا بقت شائعه جدا، تلاقي ناس عندهم سالب 4 او سالب 5 وبنزرع عدسات، ما بنعملش ليزك ولا ليزر سطحي حتى. ليه؟ لان لدرجه الامان العاليه من العمليه دي. الحاجه الثانيه التقدم التقني اللي حصل في صناعه العدسات دي وبقت انها نسبه امان عاليه جدا، حصل لها تطور على مراحل كتيره في الفتره اللي فاتت، فوصلنا الى العدسات بقت آمنة من ناحية ما بتعملش التهابات في العين، ما كانش بترفع ضغط العين زي الأول، ما بقتش بترفع ضغط العين خالص. بتدي كمان جودة الصورة كمان أعلى من الليزك أوقات كتير. يعني حدة الإبصار والصورة تبقى واضحة، وبيقولوا عليها بالإنجليزي كريسب، حادة، صورة حادة، بقت أكتر دلوقتي بزرع العدسات أكتر من الليزك والفيمتو سمايل. صناعة العدسات تطورت تطور كبير جدا. حصل. ده حقيقي ابيض 100%. ابيض حصل تطور. عدت كان زمان العدسات دي كانت عدسات صلبه، وبعد كده ظهرت عدسات لينه، بس المواد اللي كانت بتتصنع منها العدسات اللينه كانت بتعمل ساعات التهابات في العين. اتغيرت المواد اللي بتتزرع منها العدسات، بقت مواد خامله العين بتتقبلها، بقت عدسات رقيقه جدا، ما بتشغلش حيز من جوه العين او من المساحه اللي داخل العين، وبالتالي ما بترفعش ضغط العين في كثير من الاحيان. طبعا ليها شروط يعني، لكن لو الشروط دي استوفت فهي عمليه امنه جدا. يعني هناك فارق بين انواع العدسه التي توضع مكان المياه البيضاء، مكان عدسه العين الاصليه، والعدسه التي تصلح الابصار وتوضع في الخزانه الاماميه، ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ ده 100% يعني ابيض. في فرق كبير ما بين الاثنين، وحاجه كويس حاجه ذكرت النقطه دي، ان دي العدسه اللي بتتزرع جوه العين. العدسه بتتزرع جوه العين هي عدسه بتتحط فوق عدسه العين البلوريه، يعني احنا ما شلناش حاجه من العين، هي فتحه صغيره في حدود 2 مليمتر 3 مليمتر، بتزرع العدسه تخش مبرومه طبعا جوه العين، وبعد كده بتحطها في مكانها فوق عدسه العين البلوريه او ساعات في الخزانه الاماميه. المهم في كلتا الاحوال احنا ما بنشيلش حاجه في العين. كل الحكايه ان احنا بنستبدل العدسه اللي انا بلبسها في صوره عدسه لاصقه او نظاره في صوره عدسات منزرعه جوه العين عشان تديك رؤيه واضحه. العمليه الثانيه بتاعت عمليه الميه البيضاء، وساعات بتصنف تحت عمليه اصلاح الابصار، بشيل عدسه العين البلوريه او المعتمه، يعني لو كانت معتمه فبنقول عليها ميه بيضاء، لو مش معتمه انا ممكن برضو انا اعمل العمليه دي في سبيل ان انا اصلح النظر، برضو اخلي المريض يبقى شايف كويس، بحط له عدسه يتناسب مع مقاسات العين نفسيه. لكن اللي احنا بنتكلم مع جرى العرف كلمه زراعه العدسات لاصلاح الابصار هي زراعه عدسه فوق عدسه العين البلوريه بدون ازاله اي جزء من العين. انا هروح معاك للجزء الثاني، لانه زراعه العدسات امر مهم جدا، فاكيد هيبقى فيه بقى في المتهم والجاني البريء كلام كبير. جاني متهم ام بريء؟ من يفضل زراعه العدسه خلف القزحيه لكل الحالات؟ ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ ما اقدرش اقول جاني وما اقدرش اقول بريء، هو متهم. يعني هو العدسات دي انواع،
في عدسات بتتحط خلف القزحيه وفي عدسات بتتحط امام القزحيه. الساده المشاهدين يمكن يعني ما بيفهموش فاهمين يعني ايه القزحيه. القزحيه اللي هي بتدي لون العين، دي اللي هي واحد لون عينيه بني لون عينيه اخضر او عسلي، دي القزحيه. فاحنا ساعات بنحط العدسه قدامها في جزء اسمه الخزانه الاماميه، او بنحطه ساعات خلفها في الجزء اللي هو الخزانه الخلفيه فوق عدسه العين البلوريه على طول. ما ينفعش انا ابقى ماشي في تراك واحد كده على طول، انا احط العدسات دايما في الخزانه الخلفيه على طول طول الوقت، او احطها في الخزانه الاماميه. ليه شروط وعلى حسب ابعاد العين، هل هي الخزانه الاماميه تستوعب وجود عدسه ولا الخزانه الخلفيه هي الاحسن؟ هل الشخص ده عنده قابليه يكون ميه بيضاء؟ فانا هنحط الخزانه الاماميه، العدسه في الخزانه الاماميه احسن. يعني الكلام ده مش صح 100%، فنقول متهم. مريض مطلوب له ان تعمل له زراعه عدسه لكن هو خايف في زراعها نتيجه انه سمع انها بتاثر على القرنيه وسمكها، ده متهم ده ولا جاني ولا بريء؟ لا طبعا جاني، يعني هو ما فيش العدسه ما لهاش علاقه خالص بالقرنيه، ده احنا بنعمل العمليات دي عشان نبعد عن القرنيه خالص يعني. فيعني هنا بالعكس، هو الناس اللي هي القرنيه بتاعتها بتبقى ضعيفه بنقول لهم اعمل حاجه بالنسبه لكم زرع عدسات، فهو يسمع يقول ان القرنيه بتاعتي ضعيفه فما ينفعش زرع عدسات. بالعكس، ده احنا ساعات بنعمل زرع عدسات في حالات القرنيه المخروطيه كمان، اللي هي يعني البعبع بتاعنا اللي بيخلينا ما نقربش ناحيتها خالص بالليزر. هنا انا ممكن اعمل زرع عدسات اصلح عيوب الابصار في بعض الناس اللي عندهم قرنيه مخروطيه. السؤال اللي جاي ده بقى مهم قوي قوي، نقف قدامه شويه برضه. من يقوم باستبدال العدسه بتاعت العين بعدسه اخرى، زراعه عدسه بديله في حاله ما تكونش بتشتكي من ميه بيضه، بس ده عشان اصلح عيوب الابصار، ده بقى متهم ولا جاني ولا بريء؟ بريء الا اذا كان قايل للمريض مميزات والعيوب. يعني هو لازم يقول للشخص انا ايه هعمل ايه، لازم يفهمه كويس قوي ان انا هضطر ما عنديش حل تاني اصلح بيه عيوب الابصار الا ان انا افتت عدسه العين الاصليه واحط مكانها عدسه بديله بابعاد او بمقاسات تتناسب مع حجم العين نفسه. لان ساعات بتبقى الابواب كلها مقفوله قدامنا، ما عندناش غير العقب الباب الصغير ده اللي احنا نقدر نعدي منه عشان نصلح عيوب الابصار. بس من ضمن عيوب الحاجات دي ان اوقات كتير المريض بيبقى محتاج نظاره قرايه، فلازم يخبر الطبيب او الجراح يخبر المريض بتبعات هذه العمليه. هيقول لك والله انت عندك مميزات، انت النظاره بتاعتك هتتخلص منها بتاعت المسافات، تقدر تتفرج على التلفزيون بدون نظاره، تقدر تسوق عربيه بدون نظاره. ساعات ممكن يحتاج نظاره برضه بعد العمليه، بس تبقى نظاره بسيطه سالب واحد او سالب نص، يعني ممكن يستخدمها وقت سواقه العربيه بالليل. طبعا ده اختلاف كبير جدا عن نظارته القديمه اللي بتبقى سالب 20 او سالب 15 او 14. لكن كده ولا كده هيحتاج في اغلب الاحوال، في اغلب مش 100%، في اغلب الاحوال هيحتاج نظاره للقرايه، ونظاره القرايه دي هتبقى من نظاره للقرايه وللموبايل وللكمبيوتر. مش للقرايه بس، عشان في ناس تقول لك اوكي انا ما عنديش مانع البس نظاره القرايه بس مش مدرك ان الموبايل ده يخش في نطاق القرايه. فلازم يبقى فاهم ان هو في نظاره هيستخدمها في الحاجات القريبه. طالما المريض فاهم كده اهوت والجراح اخبره بهذا الكلام وهو موافق على كده، في سبيل ان هو يحسن من مستوى المعيشي بتاعه من ناحيه انه يمارس رياضه براحته، يقدر يعوم براحته من غير ما يحتاج يلبس نظاره، شايف الدنيا كويس، شايف ان الدنيا بنظره مختلفه خالص، من غير يقدر يسافر من غير ما يشيل معاه نظاره او عدسه لاصقه او محاليل او ما شابه، فطبعا انا شايف ان دي لا ما بريء 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 طبعا. العملية تبدو عملية سهلة أو جميلة مريحة، هشيل عدسة وأحط عدسة، في فحوصات قبلها لازم تعمل؟ طبعا لازم نعمل مقاسات العدسة، ولازم احنا الفحوصات دي بتعدي الأول إن احنا نتأكد ما ينفعش ليزك وما ينفعش زرع عدسة، وبعدين بعد كده ما عنديش غير الحل ده، فلازم آخد فحوصات مخصوصة عشان نحدد مقاس العدسة، ده مهم جدا، وساعات بنعملها مرة واتنين عشان نتأكد مقاس العدسة مظبوط، بنتأكد ما فيش التهابات في العين، ما فيش التهابات مشاكل تانية في الشبكية أو في العصب البصري، ما فيش مشاكل في الشبكية خالص، بنعمل العملية على طول. وفترة النقاهة بالمناسبة هي فترة بسيطة جدا برضو، لا تتعدى اليوم أو اليومين، والمريض ممكن يرجع شغله تاني بعد العملية ب 48 ساعة. الأكيورسي بتاعت الرؤية اللي أنت حضرتك قلت لي من شوية إن العدسة المزروعة بتدي شارب، العدسة اللي بتتحط برضو مكان العدسة الأصلية بتبقى نفس عادة بتكون برضو بتديه حدة رؤية عالية جدا، لكن ساعات بعض الأوقات العيون اللي هي مقاساتها عالية قوي
اللي هي مثلا واحد بيلبس نظارة سالب 20 ممكن الجهاز ما بيعرفش يجيب المقاس بالدقة عالية او بالزائد. في ناس بيلبسوا نظارات زائد 8 وزائد 9 فدول برضو ساعات ما بتعرفش نجيب المقاسات مظبوطة قوي، مش نتيجة خطأ مهني من الطبيب ولا خطأ من الجهاز نفسه، الجهاز دقيق جدا بس ممكن العيون الصغيرة قوي اللي هي فيها طول نظر والعيون الكبيرة قوي اللي هي فيها قصر نظر ممكن يبقى فيه اختلافات شوية صغيرين. فبس ده انا مش شايف ان هي اي مشكلة خالص، لان في فرق شاسع ما بين نظارة كانت واحد بيلبس نظارة سالب 15 دي اول حاجة بيصحى منهم بيحسس على الكوميدين اللي جنبه يشوف النظارة فين، وان في نظارة هتحتاجها بعض الاوقات بعد العملية سالب 1 او سالب نص او سالب 3 اربع، دي بنقول لك انت يعني لما تيجي تسوق العربية بالليل ممكن تحتاج تلبس عشان تديك رؤية اوضح، ولو ما لبستهاش مش هيحصل حاجة. تعال نشوف بقى الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ زراعة العدسات متعددة البؤر داخل العين تحتاج إلى عيان معين وسن معين، كان ده وهم لا ده يقين 1000%. لا ده هو ناس كتير بيجي يقول أنا عايز العدسة اللي أنا شفتها ولا سمعتها ولا قريت عنها ولا نزل عليها إعلان، أنا عايز من دي علشان أنا مش عايز ألبس نظارة مسافات ومش عايز ألبس نظارة قراية. بنقول أهلا وسهلا، أوكي مفيش مشكلة، نعمل فحوصات نقول ما ينفعش العدسة دي لسبب أو آخر. طبعا دي ليها شروط قاسية جدا، قاسية من ناحية العين نفسها، لازم العين نفسها ليها شروط معينة عشان ينفع لها هذا النوع من العدسات، وقاسية من ناحية المريض نفسه شخصية المريض نفسها. العدسات دي ما بتديش 100% في كل حاجة، يعني هتديك 90% للمسافات البعيدة و 90% للمسافات القريبة. فلو انت من الشخصيات اللي هي السلسة اللي هي تتجاوب مع حاجة زي كده هوت، مش هتدور على عقارب الساعة الموجودة في الانتريه بتاعك فوق السفرة او موجودة في مكان ما في البيت بتدور اذا كان العقارب انها كانت واضحة قوي ولا لسه فيها شوية شادو فيها ظل خفيف كده جنبيها، لو انت من النوع اللي بتدور على الظل الخفيف اللي جنبيها لا ما تعملش العدسات دي. لو انت عايز العقرب تشوفه واضح واسود بالظبط وبيتحرك يعني كانه مرسوم، يبقى احنا بنتكلم في عدسات وحديده البؤره او زراعه العدسات اللي احنا بنتكلم عليها فوق عدسه العين البلوريه. لكن عدسات المتعدده البؤره ما بتديش 100% في كل حاجه، هو بنقول لك هنقلل لك شويه، هناخد شويه من النظر بتاعك البعيد وهنستثمره في القريب. انت كده هتستغنى عن نظاره المسافات والقرايه 90% من وقتك، موافق على كده ولا لا؟ بس ما تجيش بعد شويه تقول لي اصل التلفزيون الترجمه يعني حاسس كده ان الترجمه فيها شويه حاجات كده فيها شادو فيها ظل فيها، معلش ما انت تقدر تتعايش بيه مش هيحصل حاجه. في سبيل نص الكوبايه بقى المليان ان انا ما بلبسش نظاره وانا بتشوف الموبايل. يعني لازم يبقى دي خصوصا لو حياتك مرتبطه بالقرايه والموبايل او انت حياتك حتى مش شرط موبايل وقرايه، احنا كلنا ما بنستغناش عن الموبايل دلوقتي. بس انا بخرج وبسوق العربيه وجات لي مكالمه على التليفون وعايز اشوف العدادات بتاعت العربيه واضحه ولا لا، وعايز اشوف انا كسرت السرعه ولا لا، ما ارجع بالظبط الحاجات دي كلها من غير نظاره، فطبعا دي بتفرق كتير جدا. بس ما عندناش التكنولوجي حتى هذه اللحظه اللي تديك 100% في كل حاجه. انا عايز اسالك سؤال اجتماعي بقى، هل ترى ان زراعه العدسات دلوقتي منتشره؟ هي عمليات ما شاء الله كتيره، بس هل هي وصلت لدرجه الانتشار زي ما موجوده في الغرب؟ ابتدت في مصر، وطبعا انا بشكر برنامج الناس الحلوه وبشكر الاعلام الطبي طبعا ان في توعيه دلوقتي ان زراعه العدسات ما بقتش عمليه خطيره او ما بقتش عمليه زي ما الناس بتقول انا هلعب في عينيا، لا ده مش لعب في العين خالص، بالعكس عمليه امنه جدا. فابتدى الناس تستوعب ان الليزك مش هو دايما عمليه اصلاح الابصار الوحيده، لان ده كان في اعتقاد ان عمليه اصلاح الابصار هي الليزك واي حاجه تانية لا. فعملية إصلاح الإبصار دي تشمل الليزك، هي قد تكون أشهرهم، لكن في زرع عدسات وبقت المرضى بقى متقبلين، وفي ناس كتير أنا زرعت لهم عدسات على سالب 4 وسالب 3 قلنا لهم والله ما ينفع لكمش لسبب أو آخر، وفي زرع عدسات بيتفهموا طبعا وبيقول خلاص احنا واثقين ان التكنولوجيا دلوقتي بقت تقدمت والعدسات دي بقت تقدمت وهم مبسوطين جدا. فلا زادت على مستوى العالم كله طبعا الترند زي ما قلت حضرتك في الاول خالص الاتجاه كله ان اتجاه لزراعه العدسات اكتر من الليزك، ستيل
حتى هذه اللحظه الليزك هو اشهر عمليه واعلى عمليه واكثر عمليه ناجحه، لكن بالمقارنه بالعشر سنين اللي فاتت هنلاقي ان زرع العسل بتاخد دلوقتي جزء من الكحكه اللي مخصصه للليزك، علشان في كتير قوي دلوقتي بيفضلوا جوده الصوره، بيفضلوا الامان اكتر في بعض الاوقات عن الاسهل اللي هو الليزك، فبيقول لك لا انا عايز اعمل زرع عدسات. طيب اذا كان سؤال اخير بقى، اذا كان الليزك ليس لعب في العين ولا مخاطره للعين، واذا كانت زراعه العدسات ليست لعب ولا مخاطره بالعين بل هي اكثر امانا من الليزك كما قلت لنا دلوقتي، ايه الحركه اللي الواحد يعملها في عينيه تعتبر لعب في العين فعلا؟ هو اولا انا عايز بس حته لعب في العين، هي عايز نوضح ان هي مش لعب في العين، هي اي عمليه ليها مخاطره ونسبه خطا ونسبه نجاح يعني، بس نسبه المخاطره بقت محدوده جدا لدرجه لا تذكر. لكن حضرتك تقصد ان العب في عينيا، لا يعني اللي يتقال عليه فعلا مخاطره بالعين، مين اكتر حاجه ليها علاقه بالمخاطره بالعين من اللي في الاثنين؟ لا مش في الاثنين، في اي حاجه ليها علاقه بتصحيح الابصار. لا ان انا اعمل اي عمليه بدون ما اعمل الفحوصات اللازمه، يعني ممكن اعمل فيمتو سمايل، ممكن لا عدسات اللصقه دي مصيبه، دي مش عمليه خالص. لا هتخليني اتكلم عن عدسات اللصقه طبعا. ارجوك العدسات اللصقه، بنقول ارجوك عدسات اللصقه لا تغني عن النضاره، عدسات اللصقه دي مش عمليه، عدسات اللصقه مش بديل للنضاره، عدسات اللصقه دي زي ما يكون واحده خرجت عملت لنفسها كحل او اي لاينر او اللي حطت ميك اب، ما حدش بينام بالميك اب، وبالتالي بالتبعيه العدسات اللاصقه ما حدش بينام بيها، انت مش معقول احط ميك اب عمال على بطال، انا خارج مناسبه معينه بحط الميك اب. لكن فالعدسات اللاصقه نفس الكلام ينطبق عليها نفس الشروط، لكن انا البس عدسات عمال على بطال هي دي المخاطره. هي دي بيلعب فيها، بيلعب فيها، وربنا يهديهم بقى اصحابنا دول. اول ما بجيب سيره العدسات اللاصقه يعني كنت يعني بتلم القلمه اول حاجه اهو ماشي، اول ما قلت لك العدسات اللاصقه ادوني الميكروفون. نورتنا النهارده بوجودك ووجود الناس الحلوه. لا طبعا بوجودك انت سعدنا جدا في هذا الحوار العلمي الرائع جدا اللي يعني كل مدى بتسرينا بيه. النهارده بنتكلم عن زراعه العدسات، اعتقد ان احنا محتاجين نفهمها كمان وكمان ونتكلم عنها حلقات ونقارنها بينها وبين الليزك في مستوى مرتفع جدا كما تعودنا منك على الطرح العلمي لتصحيح الابصار، مقارنه بقى بين عوامل الامان في اساليب تصحيح الابصار المختلفه دي، ممكن نعملها حلقه لوحدها ما بين الليزك والفيمتو ليزك وزراعه العدسات ونشوف ياريت العالم بيقول ايه في الحكايه. يا ريت ان هو طريقه القاء البرنامج بالطريقه دي، اعتقد حضرتك بتجمع واضح ان حضرتك على اتصال بالساده المشاهدين او بطريقه طبعًا فريق الاعداد، فبيجمع طبعا اسئله الساده المشاهدين وده مجهود عظيم وشكره عليه، وبنسرها طبعا هنا اهوت. اعتقد ان دي بتبقى يعني مفيده جدا في التوعيه الطبيه والاعلاميه للساده. أنا اللي بشكرك شكرا جزيلا على أنك أنت بتعطينا من وقتك وبتسرينا بهذا العلم المدقق والعلم ذا الاتجاه الواضح جدا اللي ما يقبلش التشكيك، لأنه علم أكوردنج تو الأبحاث العالمية المعترف والمتفق عليها بدون أدنى انحراف إلى اتجاهات غير تقليدية غير متعرف عليها، فده شيء ليك في مرجعية مهمة جدا، وده بيصحح كثير جدا برضو من المعلومات اللي ربما قيلت على سبيل الخطأ، والنهارده احنا بنصححها، ده شيء مهم جدا في عالم العيون اللي احنا بنسعد بوجودك معنا في ألف شكر. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد عساف كان في الناس العلمية، خليكم على سلامة. هتعمل جراحة؟ أوكي جميل جدا، بس ما تنساش ان في حاجة مع الجراحة اسمها جرح، هي الجراحة مكتوبة من كده، جراحة يعني ان هناك جرح. من كتر ما ساعات بيكون حرام حوالينا جو مش متفائل، جو فيه بعض الاحباط، ده بيخلينا نشوف نفسنا اوحش. صدقني تقول اباوت هاو دو يو سي، انت كل المشكلة انت شايف ايه؟ انا مش من مؤيدين اول شفت النصف المتوسط، يعني احنا الفيس عندنا ابر ثيرد او الثلث الاعلى، الثلث الوسط، الثلث الاخير. انا كهاني بخاف قوي العب في الحته دي.